من أول اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي ومن ساعة ما اتولدنا الحقيقة، وموقف الدولة المصرية واضح من القضية الفلسطينية، مش محتاج أي حد يشكك أو يزايد عليه. القضية الفلسطينية بتعتبرها الدولة المصرية والشعب المصري قضية وطن عربي كامل، وإحنا هنا على وجه التحديد القضية دي بالنسبة لنا قضية كمان شعبية. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري القضية الفلسطينية في قلوبهم جميعا، ومفيش بيت مصري مش متأثر باللي بيحصل في غزة. وده يمكن اللي كان واضح واكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في كلمته خلال تخرج حفل تخرج طلاب الكليات العسكريه. مصر دائما وابدا مستعده لتسخير جهدها من اجل احلال السلام، دي كانت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقبل كده وبالتاكيد العالم كله شهد ده، مصر لعبت دور الوساطه مره واثنين وثلاثه وكتير جدا، واخرها خلال السنتين الأخرانيتين 2021 ووقف إطلاق النار بوساطة مصرية في غزة، ويمكن كنا شهود على ذلك ورحنا غزة وشفنا قد إيه يعني هناك بيحبوا المصريين وعارفين كويس قوي إن كل بيت في مصر قلبه بيبقى مع اللي بيحصل في غزة، وشفنا حبهم للمصريين وشفنا قد إيه هم عارفين المصريين إزاي القضية الفلسطينية في قلوبهم. لكن الحقيقة مع التصاعد اللي بيحصل ومع فكرة التصفية أو التهجير لأهالي غزة أصبح الوضع يمكن يكون فيه تحول يخلينا نطرح تساؤلات، هل إسرائيل فعلا لديها نية في تحقيق سلام حقيقي؟ ليه العالم والقوى الغربية على وجه التحديد ساكتين قدام عملية تصفية القضية الفلسطينية من خلال محاولات لإبادة وموت بطيء لقطاع غزة؟ خلينا نطرح هذه التساؤلات على ضيفنا دلوقتي اللي بينضم لنا على الهاتف، دكتور شادي محسن الباحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير على حضرتك، وكيف ترى الوضع الآن في غزة مع هذا التصعيد المستمر والغرب، ويعني كيف يرى الغرب بعين واحدة؟ مساء الخير. بداية يعني الوضع في غزة طبعا وضع مأساوي جدا، وإسرائيل قاصدة ومتعمدة إن الوضع الإنساني والمجتمعي في غزة يبقى بالسوء وبالكارثة دي. كورقة ضغط على فصائل المقاومة علشان حاجتين، علشان يستسلموا ويرضخوا أمام كسر الإرادة في قدام الجيش الإسرائيلي، والحاجة الثانية إن هو ورقة ضغط عليهم إن هم يحرروا الرهائن سواء المجندين أو المدني. لكن للاسف طبعا ورقه الضغط ديت غطت الطرف تماما بقى عن القصف العشوائي للمدنيين وللمباني السكنيه في قطاع غزه. الحقيقه انا عايز اقول كلمه، يعني دايما في عامله لي غصه كده في قلبي. هو كان السيد الرئيس النهارده ما كانش في مقدرته ان هو يستغل الخطاب في اطلاق شعارات للاستهلاك السياسي قدام مشهد انتخابي قادم، كان يقدر يعمل حاجة دي. والحقيقة يعني أنا استغربت، لكن ده يترجم فورا إن مصر عندها من الحكمة الكافية إن هي عايزة تحل، وإن تبنيها للقضية الفلسطينية ما هوش استهلاك سياسي. صحيح. وإنه مش مجرد راية نقدر نكتب عليها بعض الشعارات الجوفاء علشان رصيد سياسي قدام شعب مصر وقدام الرأي العام العربي أو الرأي العام الدولي. بالعكس، ما دائما يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية في كل المحافل الدولية، ويمكن عدم الانصات إلى هذا هو ما أدى إلى الانفجار اللي احنا شايفينه دلوقتي. ممتاز جدا. يعني أنا كنت عايز أقول الكلمة ديت علشان أحاول أثبت من قناتكم الكريمة انه فعلا الاداره السياسيه في مصر الحاليه فعلا بتتبنى القضيه الفلسطينيه بمنتهى الشرف وبمنتهى الانسانيه والاخلاق. السيد الرئيس كانت كلمته النهارده محدداتها قيميه بحته، انه على جميع الاطراف وعلى جميع المدعين بحمل القضيه الفلسطينيه الالتزام بالاخلاق والالتزام بالدين والالتزام بالقانون وبالانسانيه. الوضع طبعا دلوقتي في غزه بيحتم على مصر إن جهدها يبقى متعدد المستويات، سواء سياسي عبر تكثيف الاتصالات مع العواصم الإقليمية والأوروبية والدولية، المستوى الثاني التنموي والإنساني بعد انضمام حياة كريمة والتحالف الوطني وبعض الكيانات الشبابية. ده أمر مهم جدا، وبيحاول
ان هو لخلق وضع جديد في قطاع غزه يحد شويه من الصراع. بين قوسين ان هو تنقصد الممر الانساني. الممر الانساني اللي ان شاء الله هيتم انطلاقه من مصر، مصر على الارض المصريه ثم الى قطاع غزه. طبعا بمجرد ان شاء الله ربنا يكلل الجهد بالنجاح انشاء هذا الممر هيبقى بيحتم على جميع اطراف الصراع انها توقف اطلاق النار. فده ممكن نستغله كهدنه مؤقته تحاول فيها مصر تاني تكثف الاتصالات لتوفيق الاراء وتوفيق وجهات النظر لعقد بقى صفقات نوعيه زي تبادل اسرى، تحرير رهائن، وقف مشروط لاطلاق النار، وضع مبادئ ومحددات رئيسيه الجميع يلتزم بها وهكذا. لكن الممر الامن اليوم الحديث عنه في هذا المشهد المعقد ومدى التزام الجانب الاسرائيلي بتعهدات لانشاء هذا الممر الامن، حضرتك شايفه ازاي؟ طيب هو طبعا الممر الانساني دوت او الممر المساعدات انا برضو عايز اقول رقم واحد فيه انه الحمد لله في تضامن عربي وفي توافق عربي على انشاء هذا الممر من قلب الاراضي المصريه. وارتضوا ان مطار العريش يبقى نقطه هذا التضامن انه يستقبل المساعدات العربيه علشان تمهيدا لنقلها. صحيح، وبالفعل اليوم اول طائره اردنيه تصل. في طائرات هتيجي من الاردن وطائرات من الشقيقه الامارات والسعوديه وبعض العواصم الاقليميه. فارتضوا ان مطار العريش يبقى هو نقطه الانطلاق ان شاء الله لانشاء هذا الممر. طيب الممر ده هيجبر اسرائيل على الالتزام بوقف اطلاق نار او بادخال المساعدات. كده كده ان شاء الله بدون مقاطعه يعني ربنا يكلل الجهد بالنجاح المساعدات هتمر. لان الوضع لو استمر على هذا الحال احنا في 2 مليون فلسطيني في قطاع غزه مهدد بالانتحار الاجباري. لان ما فيش وقود ولا ميه ولا كهرباء ولا غذاء ولا حتى دواء، وحتى المساعدات الطبيه اللي فيها دواء ليها فتره صلاحيه والا تفقد جدوتها. فلازم المساعدات تدخل غزه فورا. طيب اذا هرجع تاني، هل اسرائيل هتلتزم؟ هو ده بقى اللي مصر يعني الحمد لله في خطاب السيد الرئيس كان يعني حيد اي استهلاك سياسي عمر ما مصر كانت بتستغله، لكن قدمت يعني يد الوساطه وقالت احنا نقدر نتوسط ونتوسط بدون قيد ولا شرط، وان على الجميع الالتزام بهذا بهذه الوساطه وبهذه المحددات الاساسيه. اهم محدد هو وقف اطلاق النار. لو في اجتياح بري وده سيناريو محتمل هو صحيح 50-50 لكنه موضوع على الطاوله، لان في ارتال عسكريه اسرائيليه على حدود قطاع غزه الشماليه، في تعبئه الاحتياط لعدد ضخم جدا من الاحتياط الاسرائيلي مجندين الاحتياط. فا يعني احنا قدام سيناريو مؤشراته بتتضح لاجتياح بري. زيارة لوزير الخارجية الأمريكية وغدا زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية في دعم غربي يعني مستمر للجانب الإسرائيلي. مظبوط، يعني طبعا إسرائيل للأسف 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 تاني روايتها مدعمة بشكل غير مشروط لدى الرأي العام الغربي، لدى الرأي العام الغربي بالذات العواصم بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة. لكن أنا عايز أقول لحضرتك وأستغل ان انا اقول انه قد يكون الدعم ده دعم سياسي لفظي فقط. هل هيترجم لدعم لوجستي او عسكري؟ انا في تقديري انه صعب جدا جدا جدا. مخزون السلاح والذخائر الامريكيه يحتمل امرين لا ثالث لهم، يا متى المخزون دوت يحتفظ به الجيش الامريكي، يا متى يقدم لاوكرانيا. لكن يقدم لاوكرانيا واسرائيل معا، لا، المخزون الذخيره الامريكي ما يحتملش انه يدعم دولتين في وقت واحد سواء كانت اوكرانيا او اسرائيل. فانا شايف انه لا، الاجتياح البري الاسرائيلي هيكلفها كتير جدا، ولو تم هيتم لمده 24 ساعه 30 ساعه على الاكثر مش اكتر من كده. وهل يتحمل قطاع غزه هذا الاجتياح ام انها ستكون مصياده لجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل ادقه غزه؟ ممتاز ممتاز. فعلا يا فندم في تأثيرات بتقول لحضرتك لسه قايلها انه فعلا حماس يعني بتحاول تجذب اسرائيل لفخ او مصيده امام بقى ايه، امام مقاومه شعبيه داخل قطاع غزه، امام اعاده مره اخرى حشد راي عام دولي لصالح روايه حماس وخلافه. لكن طبعا في كلا الحالتين
في كلا الحالتين لو احنا بنتكلم في صراع روايات ما بين اسرائيل وحماس، مين المستفيد؟ زي ما قال السيد الرئيس، حرب صفريه لا منتصر فيها ولا حد هيستفيد من تبعاتها ونتائجها. الخسران الوحيد في القصه دي كلها اثنين ما لهمش ثالث، الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، والخسران الثاني ضمير الامه العربيه وبالتحديد الامه المصريه. فيعني اكيد الشعب المصري وادارته السياسيه اللي كانت في منتهى الحكمه بصراحه في خطابها، يعني انا والله مش عايز اكرر كلامي قد ما اقول انه كان سهل جدا نستهلك سياسيا على قد ما نقدر في منصه اليوم، ونقول ان احنا مع القضيه واحنا ضد اسرائيل واحنا لكن ده ما حصلش. ليه؟ عشان عايزين نحل فعلا، عشان شعب فلسطين يحفظ حقه ويقيم دولته ان شاء الله. صحيح. ويمكن تحمل المسؤولية من قبل الدول العربية والعالم كانت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لحل القضية الفلسطينية. أنا دايما أقول تلميح كده بسيط، يعني أنه الحمد لله مصر شعبها وإدارتها السياسية الاتنين متفقين على نفس الموقف، أن في شعب فلسطيني لازم ياخد حقه، لازم يبقى في تسوية نهائية للصراع، لأنه نقطة مركزية سواء لاستقرار الامن الاقليمي او عدم استقرار الامن الاقليمي. فتقريبا هي مصر الوحيده اللي فيها تجانس ملحوظ جدا ما بين ادارتها السياسيه وشعبها حوالين حق فلسطين في اقامه دولته. صحيح. يعني هذه الارض المحترقه بحثا عن السلام والامن، نتمنى لهم يا رب السلامة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شادي محسن، الباحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.